انطلاقة المباراة. غوندوغان كان يريد أن يلعب الكرة البينية لكنها ضاعت. يلعب كرة الجانب الأيمن، خذها على الطائر، بوم، كان ممكن التسديد بشكل أفضل وبدقة، لكن بهذه الوضعية بهذا الشكل أعتقد أنه هو مطالب بأن يعتذر لزملاء على إهدار هذه الفرصة بهذه الطريقة بالذات. مرت الكرة، ماركو رويس عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. تمريرة بينية، بيبي لمسة بينية، مات هوميز تمريرة طولية إلى الأمام، كازيميرو، كروس يلعب كرة على اليسار، داني كارفاخال. كلمة الأخيرة هنا كانت الدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. سيرخيو راموس، كروس ينقل الكرات لكنه لا يتقدم للأمام، ينقل الكرات لكنه لا يتقدم للأمام. مايسترو عنده كل خيوط اللعب، عنده فرصة لتسديد كرة، كرة كانت في مكان حساس هنا. كازيميرو، كريم بنزيما، سوكراتيس يبعد الكرة إلى بر الأمان، يلعب الكرة إلى الأمام، كريم بنزيما يمر وفرصة خطيرة. جاريث بيل، هذه فرصة رائعة جدا لكن لم تستغل. كريستيانو رونالدو، مات هوميلز يبعد الكرة، أوباميانغ الآن عليه أن يستغل المساحة. كروس يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، يحاول تمريرها من بين المدافعين، مختاريان، تصدقون ما تشاهدونه الآن. سجل الهدف الافتتاح المهم جدا في المباراة. بوم بوم بوم، تسديدة في منتهى القوة والروعة، كادت أن تمزق الشباك. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. يلعب كرة إلى الأمام، كرة بينية سيئة لم تكن بالشكل المطلوب، ينجح في بعادها عن مناطق الخطورة، والكرة إلى الأمام، لمسة بينية، كرة خطيرة، فرصة للتسديد، والتسديد، جول. النجم الكبير، أي كرة، أي متعب، تمهل تعني في الكرة وبعد ذلك أتمنى النهاية.
تغطية رائعة وقدرة على صناعة الفارق بانطلاقاتها المميزة. حل هجومي بيتم على الكلمة وخطر يداهم أي دفاع. الآن بعد أن تساوت النتيجة شاهين الآن عليه أن يستغل المساحة. رويس صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. شوف الحماس الكبير اللي يقدمونه في مباراة اليوم. ظن أن لديهم الآن ثقة كبيرة في تقديم الكثير. أظهروا إصرارا كبيرا وعزيمة هائلة بعد هدف التعادل. المعنويات عالية، الأمال مشتعلة، ربما لديهم أكثر من ذلك. تبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. داني كارفاخال، مودريتش، بيرو بوميان يرسلها إلى الأمام، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. بيير أوباميانغ، كان ممكن التسديد بشكل أفضل وبدقة. أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة على فريقه، كانت فرصة سانحة للتسديد. جاريث بيل يحاول تمريرها من بين المدافعين، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. كريم بنزيما يقدم مباراة كبيرة، ينوع من هجماته، مرة من الطرف، مرة من عمق الملعب، واضح أن عنده أدوات لعب كثيرة في الملعب. الكرة الأرضية إلى المنطقة، كيف يقلب الأوضاع؟ أمر سهل تتكلم عنه من كبيرة التعريف، لكن على أرضية الملعب المسألة معقدة جدا. ليس بالأمر سهل أن تعود بهذه الروح، بهذه الشخصية القوية والثقة الكبيرة. عمل رائع من المدرب. الله مروان خذها على الطائر في منتهى الروعة. ولديهم تقدم بهدف وحيد. غوندوغان، واضح انه راح يكون مفتاح مهم للاعب اليوم، خصوصا مع الاداء المميز اللي يقدمه في الجانب الهجومي. الان عليه ان يستغل المساحه، ينجح الحارس في صد الكره وابعاد الخطوره، تمكن من انقاذ الموقف، تألق كبير جدا في هذه اللقطه. ينجح الحارس في صد الكرة وإبعاد الخطورة. إصرار وعزيمة غير عادية في هذه الكرة، الكل متوقع منه الكثير، وهو يعرف أنه العين عليه في مثل هذه الكرات. غوندوغان، كرة من جهة اليمين، يعود بالكرة إلى الوراء. كازيميرو، يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، يحتاج إلى تركيز أعلى.
الآن حان وقت التغيير، تغيير تكتيكي. كازيميرو، فرصة مميزة الآن يجب استغلالها. تحرك جميل، الكرة معه الآن، ماذا سيفعل مع هذه الكرة الخطيرة؟ دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. يحاول تمريرها من بين المدافعين. دفاع هنا كان الأفضل. تمريرة بينية، ضغط قوي وينجح في استعادتها كازيميرو. يشير الحكم إلى كورنر. وكورة، يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. غوندوغان هو الدينامو، هو المحرك الرئيسي للفريق. مرور جميل من المدافعين وانطلاقة على اليسار. مر وفات بالكرة، كرة أرضية خطيرة. الكل يعرف أنه مميز في الهواء، في الكرات الهوائية، في السيطرة على أي كرة أرضية. لذلك منتظر منه أن يقدم الإضافة أيضا الهجومية في الكرات الثابتة أو في ألعاب الهواء على مرمى الفريق الخصم. الآن عليه أن يستغل المساحة. أوه، لا يلوم إلا نفسه على ضياع هذه الفرصة، واللي كانت سهلة كان ممكن أن يستغلها ويسجل هدف. من أي وقت مضى من تحقيق الانتصار. مختاريان يمر، وفرصة خطيرة. مانس هوملز يرسلها إلى الأمام. غوندوغان يمكن اعتباره مصدر إلهام الفريق. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. عندما نقول كرة قدم تدرس، هذا الأداء الجميل، هذه الجماعية العالية، فريق تحرك ككتلة واحدة، صار مستحق. شوف الحماس الكبير اللي يقدمونه في مباراة اليوم. أظن أن لديهم الآن ثقة كبيرة في تقديم الكثير. تلك هي نهاية البث اليوم، كان بصحبتكم فادي العتيبي، وإلى اللقاء.